السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي. إن شاء الله هنواصل معاكم حل بوكلت دور تاني 2018 في الكيمياء. كنا واقفين عند السؤال رقم 25، بيقول لي السؤال: عندي خلية جلفانية قطبها من الخرسين والهيدروجين القياس، أول حاجة مطلوبة الرمز الاصطلاحي. ودي السؤال ده أو المسألة دي بتيجي على طول بالمناسبة، فلازم نكون مركزين واحنا شغالين. بنبدأ بخرسين دايما في حالة ذرية، وبننتهي خلاص بخرسين مع خرسين أيونات، خلاص قنطرة ملحية، اتنين هيدروجين موجب وهيدروجين ذري. خلاص يبقى الوقت هنا ديت القنطرة اللي موجودة، وبيقول لي عند القطب القياسي او الهيدروجين القياسي، فبنعمل واحد اتوم وبلاتين. تاني حاجة بيقول لي احسب القوة الدفع الكهربية اذا كان جهد الاختزال القياسي للخرسين سالب 76 من 100 فولت. طبعا القانون اللي هنطبقه، القوة الدفع الكهربية هتساوي جهد أكسدة الأنود زائد جهد اختزال الكاسود. طبعا جهد أكسدة الكاسود اللي هو عطهولي بس بإشارة طبعا مخالفة 0.76 زائد 0، لأن جهد اختزال الهيدروجين طبعا معروف اللي هو صفر، يبقى تساوي 0.76 فولت. مسألة سهلة وجميلة وحلوة. خلاص يبقى ده بالنسبة للسؤال 25. السؤال 26 أعطيني جدول مقارنة ما بين الدكرون والتفلون. الدكرون والتفلون، الدكرون طالب مني نوع البلمرة. البلمرة بالنسبة للدكرون نوع البلمرة، يبقى ده السؤال 26. الدكرون نوع البلمرة، نوع البلمرة التكاثف. طبعا طالب مني الصيغة البنائية للبوليمر، الصيغة البنائية للبوليمر هعملها لكم بطريقة سهلة، حلقة بنزين وسي دبل بوند او اتش مجموعة كربوكسيل، يعني مجموعة كربوكسيل الناحية التانية يبقى فيه تماثل عندي اهو. طبعا المفروض اعمل اتش بس شلنا الاتش ودخلنا مجموعة كحول ايثيلي سي او اتش، هنا اتش وهنا اتش وهنا اتش وهنا اتش. تاني حلقة البنزين في مجموعة كربوكسايل على اليسار، مجموعة كربوكسايل على اليمين بس شلنا الاتش او نزعنا الاتش ودخلنا مجموعة ايثايل، ده الدكرون. يبقى الدكرون بسطناها بابسط طريقة او اسهل طريقة. التفلون عايزين نفس الكلمتين دول عنهم برضو. التفلون نوع البلمرة عندي بالإضافة وليس بالتكاثف. الرمز بتاعها ذرتين كربون وأربع ذرات فلور. خلاص وبنعمل القوس، ده دليل على السلسلة الطويلة اللي بيتم بيها التفلون او تكون التفلون. رقم 27، اذا كان لديك قطع من الجلد، طبعا ديت جات لي في امتحان الدور الاول برضو، اذا كان لديك قطع من الجلد، كانت تانية قطع من القماش، كيف تثبت عمليا ان عنصري الكربون والهيدروجين يدخلان في تركيب الجلد مع التوضيح بالمعادلات؟ طبعا هنا هنسخن المادة العضوية، نفس الكلام اللي قلناه في امتحان الدور الاول، ولذلك لازم نراجع الفيديوهات كلها. طبعا هنسخنها ونمررها
المرة الأخيرة اللي طلع على مسحوق كبريتات النحاس. 2 اللامائية البيضاء ثم على ماء ايه جير ثم على ماء جير. بنبدأ هنا هوت المعادلات، هيدروجين زائد CuO سهمه عليه حرارة، بنسخن طبعا في تسخين، Cu زائد H2O خلاص، يبقى كون تكون مية، اذا تتحول الكبريتات النحاس البيضاء اللامائية الى زرقاء. خلاص عندي كربون زائد 2 CuO سهمه عليه حرارة بيدينا نحاس، وثاني اكسيد الكربون اللي بيعكر ماء الجير، ودي شرحناها بالتفصيل في امتحان الدور الاول. رقم 28 بيقول لي اكتب اسم المركب العضوي الدال على العبارات التالية: ابسط مشتق هيدروكسيلي لهيدروكربون اروماتي. شيء طبيعي من غير ما نفكر كتير، ابسط مركب، ابسط مشتق هيدروكسيلي لهيدروكربون اروماتي الفينول. طبعا الفينول اسهل واحد وابسط حاجة، خلاص يبقى ده مركب اروماتي وفي مجموعة الايه الهيدروكسيل، يبقى نقول له الايه الفينول، ما اشترطش نكتب الصيغة، ما طلبش مني الصيغة. دي الف. باء ابسط مشتق هيدروكسيلي لهيدروكربون اليفاتي. طبعا عندي الكحول الميثيلي او الميثانول، الميثانول او الكحول الميثيلي، كحول ميثيلي او الكحول الميثيلي او الميثانول، طبعا رمزه احنا عارفينه CH3OH. ابسط مركب هيدروكسيلي خلاص بالنسبة للمركبات الايه الاليفاتية. ده السؤال 28. نيجي للسؤال رقم 29: احسب تركيز ايون الهيدروجين في محلول تركيزه، في محلول تركيزه 1/10 من حمض الفورميك، علما بان ثابت تأينه 1.8 في 10 اس سالب ايه 5. يبقى رقم 29 هو طالب مني تركيز ايون الهيدروجين. تركيز ايون الهيدروجين H موجب جذر التربيعي Ka في Ca هتساوي جذر التربيعي 1.8 في 10 أس سالب 5 مضروبة في 1/10. 1/10 ده طبعا كله تحت الجذر، بالآلة الحاسبة بنطلعها 1.34 في 10 أس إيه سالب 3. سؤال أو مسألة سهلة وحلوة، وبإذن الله نعمل حصة مسائل خاصة أو مسؤولة أو كلها مسائل يعني بإذن الله قريبا. رقم 30 جايب لي الصيغة الكيميائية وعايز الاسم بالايه بالايوباك. الاسم بالايوباك الرمل اللي قدامي، لو احنا هنا عدينا او رقمنا 1 2 3 بنعد من ناحية الرابطة التساهمية الثلاثية. طبعا ده معروف لو عدينا ذرات الكربون 1 2 3 4، يبقى 4 يعني بيوت، يعني بيوتان المفروض، لكن بيوتاين اللي هو الايه اللي فيه رابطة ثلاثية. لو رقمنا 1 2 3 خلاص، يبقى 3 برومو خلاص، 1 بيوتاين. يبقى اول حاجة رقم 30 3 برومو عند 3 1 بيوتاين. عرفنا جبناها ازاي؟ بنرقم من عند الرابطة التساهمية الثلاثية 1 2 3، يبقى 3 برومو خلاص، 1 بيوتاين لو عدينا ذرات الكربون 4. طيب هنا عندي لو رقمنا 1 2 3 خلاص، الترقيم 1 2 3 4 5 6، يبقى 4 برومو 1 و2 ثنائي كلورو بنزين. تاني 4 برومو عند رقم 4 البروم خلاص، 1 و2 ثنائي كلورو بنزين. يبقى التانية 4 برومو 1 و2 ثنائي كلورو
بنزين. بعد كده سؤال 31، لديك قطعة من الحديد أضيف إليها حمض النيتريك، أضيف إليها حمض النيتريك مركز، فتكونت طبقة رقيقة عليها أدت إلى إيقاف التفاعل. يبقى قطعة من الحديد ضفنا عليها حمض نيتريك مركز، حصل عملية تأكسد للحديد، طبقة رقيقة عليها أدت إلى إيقاف التفاعل. اكتب اسم المركب الكيميائي الذي يمكن إضافته لإزالة هذه الطبقة. طبعا المركب اللي ممكن نضيفه أي حمض معدني مخفف أو حمض الهيدروكلوريك. يبقى رقم 31، 31 المركب الكيميائي المطلوب، المركب الكيميائي حمض الهيدروكلوريك المخفف. يبقى حمض الهيدروكلوريك المخفف أو أي حمض معدني آخر. يبقى ده 31. نمرة 32، أكتب معادلة التفاعل الكلي الحادث في خلية الزئبق موضحا عليها عمليتي الأكسدة والاختزال. طيب معادلة التفاعل الكلي، نيجي رقم 32 زد ان زائد اتش جي او زد ان او زائد اتش جي. طبعا هنا زيرو وهنا زيرو. زيرو يعني العنصر في الحالة الذرية، الزئبق برضو في الحالة الذرية. لو بصينا على الخرصين نعمل الحوار معاه كالآتي، كان خرصين أصبح خرصين مع أكسجين، يبقى فيه زيادة في الأكسجين، زيادة في الأكسجين في الأكسدة والاختزال، يعني عملية الأكسدة، عملية الأكسدة. طب أكسيد الزئبق قبل التفاعل أصبح زئبق بس، يبقى فيه نقص أكسجين، عملية كيميائية ينشأ عنها نقص في الأكسجين، عملية الاختزال. يبقى كده وضحنا عمليتي الأكسدة والاختزال، وعملنا السؤال اللي هو المطلوب، معادلة التفاعل الكلي الحادث في خلية الزئبق. السؤال 33، سؤال 33، المحلول الذي تركيزه 1/10 مول M والذي يحتوي على أعلى تركيز من أيونات الهيدرونيوم هو محلول، طبعا اللي هو الحامضي اللي عندي، لأن الحامضي هو اللي فيه ذرات الهيدروجين وأيونات الهيدروجين. يبقى رقم 33 عندي، رقم 33 عندي ألف، واتفقنا لما أكتب ألف ما أكتبش ألف بس، أكتب الإجابة أيضا CH3، حمض الأسيتك CH3COOH. ده السؤال رقم 33. نيجي للسؤال رقم 34، وضح بالمعادلات الكيميائية كيفية الحصول على بنزوات الصوديوم، بنزوات الصوديوم من الطولوين والبنزاميد من حمض البنزيك، من حمض البنزويك. يبقى الوقت هنا أول معادلة عندي، إزاي نحصل على بنزوات الصوديوم من الطولوين. يبقى السؤال رقم 34، بنبدأ نقول إزاي نحصل على بنزوات الصوديوم من الطولوين، يعني بنبدأ بداية المعادلة من الطولوين. الطولوين عندي معروف حلقة بنزين و CH3، ده الطولوين، زائد يعني نعمل له أكسدة، زائد 3 أكسجين، ده الطولوين، خامس أكسيد الفانديوم في 2O5 400 درجة مئوية، بيديني حمض البنزويك، حمض البنزويك، حمض البنزويك COOH زائد جزيئين مية، زائد جزيئين مية. يبقى حصلنا على حمض البنزويك، حمض البنزويك مع هيدروكسيد الصوديوم هيديني بنزوات الصوديوم. يبقى حمض البنزويك اللي طالع ده، حمض البنزويك COOH زائد هيدروكسيد الصوديوم هيديني بنزوات الصوديوم. طبعا هناخد ال H من هنا مع ال OH من هنا، يبقى الناتج اللي هيطلع COONA، دي بنزوات الصوديوم اللي هو عاوز، بنزوات الصوديوم، الصوديوم
زائد ميه زائد ميه. يبقى اول حاجه الطولوين عملنا له اكسده، خامس اكسيد الفانديوم و400 درجه مئويه، مدينا حمض البنزويك زائد ميه. حمض البنزويك مع الصودا الكاويه بتديني بنزوات الصوديوم زائد الايه الميه. يبقى دي الف في 34، خلاص يبقى دي رقم الف. ب البنزاميد من حمض البنزويك، نمره ب البنزاميد من حمض البنزويك، البنزاميد من حمض البنزويك. يعني هنبدا بحمض البنزويك COOH زائد C2H5OH اللي هو كحول الإيثيلي دراي دراي HCl. شروط مهمة جدا جدا. خلاص بناخد الـ OH من الحمض والـ H منين؟ من الكحول، عشان يديني إيه؟ إستر بنزوات الإيه؟ الإيثايل. إستر بنزوات الإيثايل يبقى C O O C2H5 زائد مية زائد مية. خلاص الإستر اللي عندنا اللي طلع هنضيف له إيه؟ نشادر أو أمونيا. خلاص يبقى C O O C2H5 زائد نشادر NH3. طبعا نبص بقى هنعمل إيه هنا. طبعا هناخد ذرة هيدروجين من هنا، ذرة هيدروجين مع الجزء ده عشان يطلع لي كحول إيثيلي. يبقى ذرة الهيدروجين اللي أخدتها من هنا هيتبقى لي إيه؟ NH2. خلاص يبقى الوقت هنا عندي البنزاميد طلعته اهوت CONH2 زائد الكحول الإيه؟ الإيثيل C2H5OH. معادلتين مهمين جدا جدا في المنهج عندنا. وضح بالمعادلات الكيميائية 35 35 وضح بالمعادلات الكيميائية كيفية الحصول على البروبانون من 2 برومو بروبان. برومو بروبان نعرفين بروبان يعني 3 ذرات ايه؟ 3 ذرات كربون، 3 ذرات كربون. عشان نفكر بس بنشغلها ازاي، يبقى هنا 3 ذرات كربون، يبقى CH3 CH CH3، وهنا ايه البروم، يبقى دي برومو بروبان زائد KOH. خلاص هيدينا الK مع البي ار CH3 CH CH3. هنا هناخد الكي كموجب مع البي ار زائد كي بي ار، وهنا ايه او اتش. طيب بعد كده هنعمل اكسده، اكسده CH3 CH CH3، هنا او اتش زائد أكسدة هيدينا الأسيتون CH3 CH3 زائد مية. طبعا ده الأسيتون اللي هو عندي البروبانون، يبقى الناتج هنا الأسيتون الاسم بتاعه البروبانون. يبقى كيف نحصل على الأسيتون من المركب اللي هو عطهولي اللي هو 2 برومو بروبان، تفاعل مع كي او اتش. خلاص بعد كده عملنا اكسده للناتج اداني الاسيتون اللي احنا مسميه البروبانون. ده كان السؤال 35. نيجي للسؤال 36. الشكل المقابل يعبر عن خليه تحليليه تستخدم في طلاء ساق معدنيه بطبقه من الفضه، ماذا يحدث للقطب بي؟ قطب بي بيحصل له ايه؟ طبعا بتزداد كتلته. عايز المعادلة كمان. يبقى اول حاجة 36 36، ماذا يحدث للقطب بي؟ هنقول اولا تزداد كتلة القطب بي
حصل ايه؟ ان الكتلة نتيجة ترسب الفضة ايه عليه، نتيجة ترسب الفضة عليه. يبقى هنا الفضة، عايز المعادلة، الفضة زائد الكترون بيديني الايه، الفضة المترسبة. تاني حاجة، احسب كتلة الفضة المترسبة عند مرور كمية من الكهربية قدرها 1/10 F، علما بأن الكتلة الذرية بتاعة الفضة كام؟ 180. 108. طبعا هنا طالب مني كتلة الفضة المترسبة، القانون معروف. ثانيا مطلوب كتلة المادة، كتلة المادة المترسبة لها قانونها، وعملنا بيه مسائل قبل كده. كمية كهربية طبعا بتبقى بالكولوم في الكتلة المكافئة، كتلة المكافأة على 96,500. طبعا الكتلة المكافأة معروف اللي هي 108 على ايه، 1. يبقى أول حاجة هنا هنجيبها الكتلة المكافأة، ده القانون عندي اهوت، هيساوي 1/10. 1/10 يبقى كمية الكهربية 1/10 في 108 على 1 هتساوي 10.8 ايه، جرام. خلاص اللي هو الواحد ايه، فاراداي. يبقى كمية الكهربية في الكتلة المكافئة على 1 فاراداي. خلاص طبعا هنا ال1 فاراداي حطيناه في ايه، في المقام. طيب رقم 37، رقم 37 اكتب المعادلات الرمزية الموزونة التي تعبر عن، اعطيني هنا كي اي وكي بي، وعاوز المعادلات. دي طريقة جديدة برضو في اسئلة الامتحانات، حلوة فيها فكرة. يبقى رقم 37 ألف، المعادلة معروف إن النواتج، إن النواتج المواد المتفاعلة في البسط، والنواتج فين؟ في المقام. خلاص يبقى الوقت هنا البسط عندي هنا، المواد الناتجة من التفاعل، والمقام عندي إيه؟ سي. نكتب المعادلة، ألف المعادلة حمض الأسيتك، حمض الأسيتك CH 3COOH زائد مية بيتأين، علامة التفاعلات الانعكاسية بيديني يتأين إلى CH3COO سالب زائد أيون الهيدرونيوم H3O. معادلة مهمة جدا جدا. يبقى لو أنا عايز أجيب KA هنقول النواتج على المتفاعلات. طب المتفاعلات هنا الميه، الميه هنا ما كتبناهاش في المتفاعلات خلاص، لانها بتساوي دايما ايه، صفر بالنسبه للمعادلات الايه، الموزونه بالنسبه لكي اي وكي بي. دي المعادله الاولانيه. طيب نيجي لباء، عاوز المعادله برضو بالنسبه للقاعده بي. طبعا المنظر اللي عندي برضو، عندي NH3 النواتج المواد المتفاعلة النشادر زائد مية تتأين تديني أن الأمونيا NH4 أيون الأمونيا، الأمونيوم نفسها بقى NH4 زائد OH سالب، OH سالب. ملاحظين برضو أن النواتج على المتفاعلات، تاني النواتج على المتفاعلات. يبقى الوقت هنا المعادلة بنقوم جايبين NH3 زائد H2O خلاص، يعني كأنه جايب لي معادلة وعايز الكي بي، فطبعا بنقول النواتج على الايه، المتفاعلات. خلاص معادلتين حلوين وفيهم افكار ايه، حلوة جايبينها بالعكس. احنا متعودين جدين المعادلة وعايز الكي ايه والكي بي. سؤال رقم 38، 38 اجب عن سؤال واحد
طبعا احنا بنجاوب السؤالين وده اللي بيأخرنا برضه. 38، فسر يمكن الحصول على سبيكة استبدالية من الحديد والنيكل، من الحديد وإيه والنيكل، لتقاربهما في نصف القطر. يبقى 28، ألف، لتقاربهما في نصف القطر الذري والشكل البلوري والخواص الكيميائية. والخواص الكيميائية سؤال مهم بالمناسبة. يبقى التقارب في نصف القطر الذري والشكل البلوري والخواص الايه الكيميائية. نمرة باء، ارتفاع درجتي الانصهار والغليان لعنصر التيتانيوم. ليه درجة الانصهار والغليان مرتفعة في عنصر التيتانيوم؟ الإجابة باختصار شديد لمشاركة الإلكترونات المستويين الفرعيين 4s و 3d في تكوين روابط قوية بين ذرات الفلز. كلام مهم جدا في الإجابة. بعد كده نيجي سؤال 38، خلصناه. نيجي 39، كيف تميز عمليا بدون كتابة معادلات بين فوسفات الباريوم وكبريتات الايه الباريوم، فوسفات الباريوم وكبريتات الباريوم. سؤال 39، يبقى عندي هنا فوسفات الباريوم وكبريتات الباريوم. إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف، إضافة حمض هيدروكلوريك مخفف يذوب الراسب في الحمض المخفف. هنا لا يذوب الراسب في الحمض الايه المخفف. هنا التجربة إضافية، تجربة إضافية رقم 1، فوسفات الباريوم عندي إضافة النشادر المركز. طبعا هنا لا يذوب، هنا ايه يذوب. بعد كده يوديد الفضة وفوسفات الفضة. هنا إضافة النشادر المركز. هنا لا يذوب، هنا إيه يذوب. طبعا الجزء ده ملوش لازمة هنا. يبقى هنا إضافة الـ HCl المخفف يذوب الراسب في الحمض المخفف، هنا لا يذوب. هنا إضافة النشادر إلى يوديد الفضة لا يذوب، إلى فوسفات الفضة يحدث إيه ذوبان. مقارنة واحدة بس، أو يعني في الكواشف دايما إذا ما طلبش حاجة بنعمل تمييز بين حاجة واحدة بس، إن شاء الله إذا طلب حاجتين أو أكتر بنعمل. طبعا في تجارب كتير في الكشوفات أو الكواشف. وضح بالمعادلة الكيميائية كيف تحصل على حمض السلسلك من الأسبرين. طبعا احنا متعودين نجيب الأسبرين من حمض السلسلك. يبقى السؤال رقم 40 برضو من الأسئلة الحلوة جايبها لي بالعكس. يبقى في سؤالين بالعكس جايين النهاردة في امتحان الدور الثاني. احنا متعودين نحصل على الأسبرين من حمض السلسلك. لا، حمض السلسلك عندي اهوت، يبقى لازم اكون عارف الصيغة الكيميائية بتاعته، لانه لو مش عارف
مش هعرف اجيب الايه الاجابة النموذجية. خلاص يبقى الوقت هنا سي او او اتش، هنا او سي دبل بوند او سي اتش 3 طبعا زائد مية وايون الهيدروجين هيديني حمض السلسلك، طبعا اتش هنا اتش هنا واتش هنا، خلاص يبقى سي او او اتش، وهنا ايه او اتش زائد سي اتش 3 سي دبل بوند او او اتش. يبقى الوقت هنا اداني حمض السلسلك، حمض السلسلك وحمض وكحول ايه وحمض الايه الاسيتك وحمض الاسيتك. ولو ملاحظين اللي قبل كده كيف نحصل على حمض او على الاسبرين من حمض السلسلك، كان حمض السلسلك مع حمض الايه الاسيتك. خلاص يبقى ده السؤال رقم 40. سؤال 41، اختر الاجابة الصحيحة. المركب SCCL3 ديامغناطيسي، بارامغناطيسي وملون، بارامغناطيسي وغير ملون، ديامغناطيسي وملون، ديامغناطيسي وغير ايه ملون. السؤال ده جه قبل كده بالمناسبة بالمعكوس، من المركبات الديامغناطيسية وغير ملونة كان الاختيار SCCL3. يبقى 41 41 دال، واتفقنا نكتب الرمز ونكتب ديامغناطيسي وغير ملون، ديامغناطيسي وغير ملون. سؤال 42، في النظام اللي عندي عطيني معادلة 2SO2 زائد O2 اداني 2SO3 كوما دلتا اتش ايه سالبة، ما تأثير التغيرات التالية على تركيز ثالث أكسيد الكبريت؟ يعني ثالث أكسيد الكبريت الناتج لو أنا سحبت الأكسجين من حيز الفراغ طبعا يؤدي إلى نقص التركيز. يبقى أول حاجة نقص التركيز، يبقى نمرة 42 ألف سحب يؤدي إلى نقص التركيز بتاع ثالث أكسيد إيه الكبريت، دي رقم ألف. نمرة 2، إيه اللي يحصل لو زودنا الضغط؟ لو زودنا الضغط يؤدي إلى زيادة التركيز وليس نقصه، زيادته لأن هنا المولات أكتر في المتفاعلات، فطبعا لو زودت الضغط هيمشي في الاتجاه الطردي فيزداد إيه تركيز SO2. يبقى رقم باء زيادة التركيز، خلاص يبقى هنا هوت زيادة تركيز، زيادة التركيز بالنسبة لمين SO3. ده كان السؤال 42. نيجي السؤال 43، وضح بالمعادلات الكيميائية طريقة تحضير البنزين في المعمل وكيف نحصل منه على حمض بنزين سلفونيك. يبقى هنا 43 مطلوب مني تحضير حمض أو تحضير البنزين. تحضير البنزين بيبدأ لي من بنزوات الصوديوم، بنزوات الصوديوم COONa زائد NaOH بيديني معجر الصودي طبعا زي طريقة الميثان بالظبط، طبعا هيديني البنزين كل ده مع بعضه هيدينا كربونات الصوديوم زائد البنزين زائد Na2CO3 كربونات الصوديوم. خلاص يبقى ده أول جزئية. الجزئية التانية طلب مني وكيف نحصل من البنزين على حمض بنزين ايه سلفونيك، طبعا بنضيف له حمض ايه كبريتيك H2SO4 كونك مركز، طبعا بيديني حمض بنزين سلفونيك SO3H زائد مية، نزع جزيء ايه مية، طبعا H من هنا و H من الحمض هنا، خلاص بيدخل مكانه SO3H وبيطلع ايه المي. مهم جدا، يبقى ده حمض بنزين سلفونيك، حمض بنزين ايه سلفونيك. 44، احسب الزمن اللازم لترسيب 1 من 10 1.8 من 10 من فلز الالومنيوم
طبعا فلز الالومنيوم معروف اللي هو ايه، ثلاثي. خلاص دي مهمة جدا لما نيجي نجيب الكتلة المكافئة الجرامية. يبقى المسألة ديت مهمة، اهميتها ان انا عندي فلز الالومنيوم معروف اللي هو ايه، ثلاثي، واعطيني الكتلة الذرية بتاعته. يبقى المسألة رقم 44، اول حاجة نجيبها الكتلة المكافئة، الكتلة المكافئة الجرامية بتيجي من الكتلة الذرية على تكافؤ العنصر. الكتلة الذرية اللي عطاها لي على تكافؤ ايه، العنصر. تكافؤ العنصر هنقول عارفينه منين؟ عارفينه من السنوات اللي فاتت كلها. يبقى 27 على 3 فيها 9 جرام، جبنا مين؟ الكتلة الجرامية. طيب هو طالب مني احسب الزمن لترسيب 21 جرام من فلز الألمونيوم عند التحليل لمصهور بوكسايت باستخدام تيار شدته ايه، 10 امبير. طبعا عندي كمية الكهربية ممكن نجيبها، انا عندي القانون الاصلي، عندي كمية الكهرباء، عندي كمية الكهرباء بيساوي كتلة المادة المترسبة، في 96500 على الكتلة المكافئة، هتساوي 1.8 في 96500 على 9، هتساوي بالآلة الحاسبة 19300 كولوم. طيب كمية الكهربية أساسا، كمية الكهربية بتساوي شدة التيار في الزمن. طيب 1919300 بتساوي شدة التيار عطالة 10 في الزمن، كنسل زيرو مع زيرو، إذن الزمن هيساوي 1930 ثانية، لازم وحدة القياس تتكتب. ده السؤال 44. آخر سؤال النهاردة إن شاء الله، مركبان عضويان لهما الصيغة العامة CnH2n، أحدهما مشبع والآخر غير مشبع، وضح بالمعادلات الكيميائية كيف تحصل على المركب المشبع A من البنزين. طبعا الصيغة اللي عندي CnH2n، طبعا كيف نحصل على البنزين، كيف نحصل على المركب من المركب المشبع من البنزين. يبقى انا هنا عندي في مركب A ومركب B، احدهما مشبع والاخر غير مشبع. طيب الاولاني A مشبع وهنا A غير مشبع، هنا مشبع C6H12، يبقى هنا عندنا مركب مشبع C6H12، مركب غير مشبع C2H4. بيقول لي كيف نحصل على البنزين من المركب المشبع A، كيف نحصل منه على البنزين. خلاص يبقى الوقت هنا كيف نحصل على المركب المشبع A من البنزين. عندي البنزين، البنزين زائد 3H2 حرارة بلاتين كاتالايز أو كاتاليست اللي هو عامل حفاز، بيديني حلقة البنزين بس ما فيهاش أي روابط جوه، أو التركيبة بتاعته C6HA12 اللي بنقول على البنزين الحلقي. طيب بالنسبة كحول ثنائي الهيدروكسيل من المركب غير المشبع B، كحول ثنائي الهيدروكسيل يبقى المركب الغير مشبع عايزين نحصل منه على، كيف نحصل على كحول ثنائي الهيدروكسيل من المركب غير المشبع B؟ يبقى المركب غير مشبع B C دبل بوند C، هنا H وهنا H، إيثيلين زائد مية
زائد او يديني مع البرمنجانات كي ام ان او 4 ووسط ايه قلوي بيديني ايثيلين جلايكول ايثيلين جلايكول يبقى كسرنا الرابطة هنا عشان نعرف احنا عملنا ايه ودخلنا او اتش هنا واو اتش هنا لان الاو بتضاف للميه يبقى او اتش هنا او اتش هنا يبقى هنا عندي الايثيلين ايه جلايكول يبقى هنا حصلنا على الايثيلين جلايكول اللي بيقول لي عليها كحول ثنائي الهيدروكسيل كحول ثنائي الهيدروكسيل وده كان اخر حاجة النهاردة في حالات النهاردة يبقى كده خلصنا الامتحان دور تاني 2018 نتواصل سويا ان شاء الله لحل نماذج اخرى باذن الله الى اللقاء في الحلقة القادمة وما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم عشان يوصل لكم كل جديد وإلى اللقاء في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.